بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا ان شاء الله النهاردة نطق ثلاث حاجات، بقية كلمات الدرس الأول اللي هو آخر مربعين، بعدها نطق الألوان، بعدها نطق الأرقام من 21 من 1 لـ20. هتسمع ايه؟ هتسمع الثلاثة الحصة الجاية، وانا هسأل في الثلاثة الحصة الجاية بإذن الله. نبدأ أول حاجة كده هنا عند الأفعال verb. عندنا أول حاجة فعل اسمه se présenter، يقدم نفسه. trouver يجد. donner يعطي. demander يطلب أو يسأل، بيأتي بالمعنيين. يبقى تاني se présenter، trouver، donner، demander. طيب بقية الأفعال عندي هنا الناحية التانية، يحدد هوية identifier، يبين أو يوضح indiquer، يسمع entendre، يجيب أو يرد répondre. تاني يحدد هوية يعني identifier، يبين أو يوضح indiquer، يسمع entendre، يجيب أو يرد يعني répondre. ننزل تحت الجزء الثاني هنا الأدجكتيف والأدفيرب. عندي هنا تشرفنا enchanté، عندي هنا كلمة جديد اللي هي نوفو للمذكر ونوفيل للمذكر، لكن بيكتب بشكلين مختلفين وهنقول عليها ملحوظة فيما بعد قدام. يعني نوفيل الشكل المؤنث، يبقى بيتنطقوا ازاي دول كده مع بعض؟ فبننطق نوفو نوفيل نوفيل. طيب عندي بعد كده بريفيري يعني مفضل او بريفيري. عندي هنا كلمة ثم يعني بوي. عندي نفس او ذات يعني مم. عندي مثل يعني كم. عندي مع يعني افك. يبقى تاني انشانتي نوفو نوفيل نوفيل، بريفيري بوي مم كم افك. الناحية التانية عندنا اي توا وانت، ان شيفر بالارقام، بالحروف ان لاتر، بالمساعدة على الدو، على الشات او النت سور لو شا، سانفورمي سور او دو يستعلم عن، معذرة او اعذرني اكسكيوزي موا. يبقى تاني اي توا ان شيفر بالارقام، ان لاتر بالحروف، على الدو بمساعدة، سور لو شا على النت يستعلم عن، سانفورمي سور او دو اكسكيوزي موا معذرة. ننتقل بعد ذلك يا شباب، عندك كده هتقلب معايا لحد ما تروح عند الالوان. ننطق الالوان، الكلمة اللي فوق دي اسمها لي كولور او اللون، لو فيولي لو بلو لو فير لو غري. لو بلون يعني الابيض، لو نوار اسود، لو روج احمر، لو روز زهري او وردي، اصفر يعني لو جون، لو بيج البيج، لو مارون يعني البني، لورانج يعني البرتقالي. تاني لو فيولي لو بلو لو فير لو غري لو بلان لو نوار لو روج لو روز لو جون لو بيج لو مارون لورانج. نروح بعد ذلك على الارقام. ها ركز بقى يا غالي، عندنا الارقام من 1 لـ20 بس للحفظ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تاني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. كده بكون خلصت لك الكلمات بتاعتك كلها. ارجوك حاول تجزأها علشان ما تتزنقش فيها لما نيجي نسمع. يعني النهاردة خد لك مثلا 10 كلمات، بكرة 10 كلمات، يوم السبت 10 كلمات، يبقى كده الدنيا زي الفل وانت جاهز لتسميع الكلمات. الكلمات مهمة جدا يا شباب، نركز فيها على قد ما نقدر. يلا مع السلامة.